ما راحش نوليو حتى وين يلبيو كل المطالب ويلغيو القرارات تاع الصوفيه اللي تقول اللي فصلت الخدامين والنقابيين. لازم يحبسوا هاد لي توت سي انتيميتاسيون كونتر لي ترافايور باسكو كاين يعطوا لهم مكتوبه خلاو لهم دي باري كري يقولوا لهم لازم تروح تخدم سينو تقدر نعاقبوك وراح تتعاقب وكذا. سيرفيس بي او يعني سيرفيس تكنيك اللي دخل البارح في اضراب وحشي غير مسموح له وغير باذن مسبق. لماذا؟ لان هناك 5 اشخاص قد قاموا بعمل يوم الاثنين 10 أفريل حيث اقتحموا رغم منع من الإدارة لاجتماع لم يرخص له، يعني اقتحموا المصلحة وعطلوا العمل لمدة 2 ساعة. الذين قرروا الإضراب يتحملوا المسؤولية التامة عن الإضراب وعن النتائج على المؤسسة وعلى العمال.